45 سنتيمتر تقريبا، وصلنا تقريبا على العمق. اشوف الحركه، لاحظ الحركه، انت بس ترفع الرود، تجمع الخيط فوق، الخيط لازم يسمه بالمكينه. طبعا لفه كامله بهذه الطريقه، واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست سبع ثمان. هاي حركه بطيئه، ضرب معي ترى. الحين نزيد السرعه. نشف نشف. تتحرك مع الرود وديه الطرف الثاني وتتحرك معه. روح روح بس خله، مو مشكلة لما صار معاك احد في طراد. شوف هذا صاحبنا العبدلوس وصل، تمام؟ ايوه المرجم.